بيان صادر من شباب محافظة الأنبار، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. انطلاقا من الآية الكريمة نوجه نداءنا ورغبة قاطع إلى الأخوة الذين يرغبون الدخول والتظاهر في مدينة الرمادي عنوة وبدون موافقة ورغبة أهالي الأنبار عموما وشباب الرمادي خصوصا. لذا نود أن نقول لكم أيها الأحبة: ألم تعلموا وتدركوا أن بيوتات أهل الأنبار لا زالت مهدمة من جراء التظاهرات التي حدثت عام 2014 والتي أحرقت الأخضر واليابس، وأخذنا نصيبنا من تلك الخطوة المؤلمة؟ ألم تدركوا أن هناك طرف ثالث في كل مظاهرات؟ فلا قدر الله وقتل أحد المتظاهرين القادمين إلى الأنبار، فمن يتحمل المسؤولية؟ أو أحرقت مؤسسات حكومية أو أهلية، فمن يتحمل المسؤولية؟ وعليه باسم أهالي الأنبار عموما والرمادي خصوصا نرفض القدوم إلى مدينتنا المستقرة والمزدهرة والتي نهضت من حطام حرب طاحنة بسبب التظاهرات. ونود أن نعلمكم أنتم غير مرحب بكم سلفا، وسوف نقوم بقطع الطريق عليكم إن لم تعدلوا عن تلك الخطوة الغير محسوبة. كما نود أن نقول القوات الأمنية: أخذ الحيطة والحذر لصد هذا الهجوم وليس التظاهر، حفاظا على الاستقرار في الأنبار وحفاظا على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة. اللهم إنا بلغنا فاشهد، اللهم إنا بلغنا فاشهد، اللهم إنا بلغنا فاشهد.